بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. محدثكم دكتور بسام الشراونة، استشاري أنف وأذن وحنجرة. وباء الكورونا حديث الساعة، وهذا الوباء الطارئ الذي تسبب بتوقف عصب الحياة والعمل في كافة أنحاء المعمورة بسبب سرعة انتشاره وبسبب آثاره المدمرة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والعملي. ولأهمية هذا الموضوع، وبدعم من شركة عمان للصناعات الدوائية، ارتأينا باستضافة نخبة من الزملاء الأطباء والصيادلة في الأردن للحديث عن تداعيات أزمة كورونا الواقع والمستقبل. في البداية يتفضل الدكتور سفيان نويسة ليحدثنا عن بداية انتشار هذا المرض في لمحة تاريخية سريعة. شكرا أخي بسام لإتاحة الفرصة. حقيقة في نهاية 2019 أعلنت الصين عن وجود حالات لالتهاب رئوي حاد مجهول المصدر والسبب لعدد من المصابين القاطنين في مدينة أوهان الصينية. مع زيادة هذه الحالات تم إغلاق المدينة للبحث والتقصي عن سبب الإصابة وسبب العدوى. وبتاريخ 7/1/2020 أعلنت منظمة الصحة العالمية عن اكتشاف مسبب هذا المرض، وهو فيروس كورونا المستجد الذي ينتمي لعائلة فيروسات كورونا التاجية، ومن ضمنها فيروس السارس والميرس. ولاحقا بتاريخ 11/1/2020 أعلنت الصين عن حدوث أول حالة وفاة بهذا المرض، وتبعها وفاة ثانية بعد أسبوع. وطبعا لذلك بدأت الحالات بالازدياد، ونتيجة لذلك أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن فحص جميع القادمين من مطارات الصينية. وتزامن ذلك مع إعلان منظمة الصحة العالمية عن بداية انتشار المرض خارج الصين، مع اكتشاف أول حالة لمريضة موجودة في تايلاند قادمة من الصين من مدينة أوهان بالتحديد. ازداد عدد الإصابات بشكل كثيف في مدن صينية أخرى، وتم تأكيد طريقة العدوى من إنسان لإنسان. وطبعا لذلك تم إغلاق جميع المعابر البرية والبحرية والجوية لمدينة أوهان لحصر المرض. بعد ذلك ازدادت الحالات في الصين وفي دول عديدة من العالم في عدة قارات. وبتاريخ 30/1/2020 أعلنت منظمة الصحة العالمية بأن مرض الكورونا المستجد أصبح وباء عالميا. وابتداء من منتصف شهر شباط 2020، مع الزيادة المطردة للإصابات والوفيات في أنحاء مختلفة من دول العالم، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وصول هذا المرض لدرجة الجائحة. وبناء على ذلك بتاريخ 11/3/2020 أغلقت الكثير من الدول في العالم معابرها البحرية والجوية مع رفع حالة التأهب القصوى، وتم فرض العديد من القيود على التنقل والاجتماعات. ولاحقا تم إعلان عن طريق هيئة الأمم المتحدة في الأول من نيسان بأن هذا الوباء يعد الأسوأ كارثة تحل على البشرية منذ الحرب العالمية الثانية.